هذه اسمها ديدان الشاطئ وتعتبر أكلة لحوم وبيوصل طولها إلى مترين، وهذه الدودة عمياء لكن حاسة الشم عندها قوية جدا. الخبر الحلو الأول إنها بتتواجد بأستراليا فقط، والخبر الحلو الثاني إنها أكلة لحوم متحللة مثل الأسماك الميتة وغير مؤذية أو سامة لكن بتعض، وغالبا بيتم استخراجها لاستخدامها كطعم لصيد السمك وبس.